ما سوى شيء للشعب. اي مو حكومه احنا سويناها. ما سوى شيء للشعب. واحنا سويناها. هو من المظلوم؟ مظلوم الشعب انت وانا وغيري. اكو ناس حال الضيمه حاله. هسه حكومه راح يصير انتخابات نروح ننتخب. لا لا ماكو انتخابات. فاسد وروح انتخبه؟ والله ما انتخبه. شنو سووه هسه هم شنو سووه؟ الاقتصاد الواحد ورا اربع سنين يلا نعرفه طلع زين لا لا هو راح واخذهن وعبرهن. مو؟ جربت تجربت يعني ايش قد صار هسه هم؟ هسه الخلل 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 وين؟ خلل بالحكومه؟ الخلل بالحكومه لا الخلل بالحكومه. انت يعني شو تريد تعرف من العالم؟ شبيه العالم؟ شو تريد تعرف يعني؟ كل واحد عنده مشكله. والعراق كله مشكله صارت. هسه انت فد يوم طلع لك واحد قال لك انا مرتاح؟ ما شفت لحد هسه. مو؟ لحد هسه ما شفت. اي مذيع باقي الدول العالم ما حد ما عنده هيك معاناه. مو لو انا غلطان؟ مو؟ احنا مشكلتنا كبيرة كبيرة. احنا بلد منتهي، شوارع بلد ناس عالم تعبانة. يعني انت ايش قد صار لك انا متابعك تسوي لقاءات، هاي اللقاءات ما وصلت؟ اكل بعض وصلت واكل بعض لا واكل بعض تنضم. هاي الله اعلم بعد. مو؟ ما خفية كان اعظم. كل العالم عندها مشاكل، كل العالم عندها مشاكل. لو يركض على ابو البسطيه، لو يركض على ابو التوك توك، لو يركض على الحمال، لو يركض يقطع شارع، لو يركض يقطع شارع. ماكو حل، ماكو حل. 21 سنه 22 سنه العراق سقط، بعد 21 سنه ما يصير حل. هاي خذ حكايه. شنو برايك شنو الحل؟ ماكو حل ابد. والله ماكو حل. العراق ما يصير حل. خل كلها تسمع ماكو حل. ليش؟ ماكو حل. الحل لازم بينا احنا نسوي حل. وشنو لازم نسوي احنا؟ ما اعرف بعد. انا مو رجل دولة. انت قلت الحل بينا. اي بالشعب. اي شنو برايك الحل؟ يعني كل من يصلح نفسه والعاقل يفتهم. تتوقع راح يصير واحد كل من يصلح نفسه؟ لا لا، لان احنا شعب شعليه معليه. انا هسه اروح هاي العلاقه اذبها بالزباله. الزباله وين؟ وين الزباله؟ الزباله الشارع. بس لو اروح اذبها بالحاويه هذا صار حل. يعني المشكله بالشعب. خالي مشكله كبيره، والله كبيره. احنا ما منظمين نفسنا، احنا ما مرتبين نفسنا. انت شعلي تسولف يا هالتلزمه، قال لك انا تعيين، ذاك قال لك انا حمال، ذاك قال لك انا كذا. مو لو لا انا ابن الكفاح ترى 50 سنه هنا. أنا. هم شيرد ولا عاد الشعب؟ هو شيرد الشعب. اي من يسوي حل؟ شيري. هو التعبان يسوي حل؟ الحكومه اللي تسويها. ايه؟ مو المواطن. وصلها مو وصلها وصليها احنا. ايه؟ وقاليها احنا. يعني رعايه اجتماعيه. دا يروح يطلب راتب، يقول له عندك تلفزيون؟ طبعا هسه اكو بيد ما بي تلفزيون. عندك ثلاجه؟ اكو بيد ما بي ثلاجه. انت شو تريد منه انت؟ اكو بيت بيوت ما بيها ثلاجات. اي اكو ما بيها، اكو ما بيها. بس انت هاي اسئله بربك، هي هاي اسئله. هو تعبان تعبان يا خالي. كبيره الشغله. الله كريم خذ القلب. حياك الله. بس والله العظيم ايش قد تسوي لقاءات كل شيء ما يفيد. ليش ما تقول الحكومه حراميه؟ هسه احنا اذا نقولها هيك شيء. حراميه. اي الحكومه حراميه. ما سوى شيء للشعب. اي مو حكومه احنا سويناها. ما سوى شيء للشعب. واحنا سويناها. هو من المظلوم؟ مظلوم الشعب انت وانا وغيري. اكو ناس حال الضيمه حاله. هسه حكومه راح يصير انتخابات نروح ننتخب. فاسد وروح انتخبه؟ والله ما انتخبه. شنو سووه هسه هم شنو سووه؟ الاقتصاد الواحد ورا اربع سنين يلا نعرفه طلع زين لا لا هو راح واخذهن وعبرهن. مو؟ جربت تجربت يعني ايش قد صار هسه هم؟ هسه الخلل 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 وين؟ خلل بالحكومه. الخلل بالحكومه.